عمرو محمود ابراهيم. منين يا حاج عمرو؟ اسكندريه. كنت بتعمل عمليه ايه يا حاج؟ منتظر العمليه؟ منتظر عمليه تغيير 4 شرايين تاجيه. انت كنت من سنه وانا في اسكندريه اكتشفت ان انا تعبان تبع التامين الصحي، وعملت قسطره وعملوا لي لجنه طبيه، اللجنه قالت جراحه عاجله، وحولوني على مستشفى الامير عشان ناخد دوري. بقالي 8 شهور رايح جاي عليهم مستني الدور بتاعي. تعالى الشهر الجاي، تعالى بعد رمضان، تعالى بعد العيد. 8 شهور رايح جاي عليهم وتعبان انا. وبعدين في الاخر حاجه في التلفزيون قريت الشريط بتاع الخط الساخن، اتصلت بيهم قالوا لها هاتيه وتعالي على مستشفى شرطة العجوزة. مفيش 4 ايام جابتني وجات الحاجة وقابلونا أحسن مقابلة وأحسن معاملة وحاجة جميلة جدا بصراحة يعني. أنت في انتظار إيه العملية دلوقتي مستنيها إيه؟ بنجهز تحاليلاتي وإشاعاتي وبنتظر يخش العملية إن شاء الله. من 4 ايام موجودين؟ أه من 4 ايام. تمام، كلمنا بس عن المعاملة هنا في مستشفى الشرطة. لا 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 مفيش، لا مش ما أقدرش أوصف لك بصراحة يعني. حاجه فوق الوصف، ونظافه ومقابله ومعامله واخلاق حاجه جميله. ربنا يحميهم يا رب. اخيرا تحب توجه رساله للرئيس؟ طبعا طبعا طبعا، بقول له الف الف شكر يا ريس، وكل سنه وانت طيب، وربنا يخليك لنا ويخليك لمصر.